أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ في آخر أسئلته: ماذا يفعل المصلي الذي دائما يشك في الصلاة؟ يقول: وأنا منهم، لماذا توصونني حفظكم الله وسدد قطعكم؟ مثل ما ذكرنا لك في جواب السؤال الذي قبل هذا، أنك تترك الوسواس ولا تلتفت إليه، تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتعود إلى صلاتك. نعم.